السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم. أمور كتير جدا ممكن تحصل للإنسان بسبب إنه بس فاتح باب التواليت أو الحمام مفتوح، مع إن الأفضل لكل إنسان بعض حاجات كده صغيرة ممكن تفرق معاه في حياته وتعامله اليومي. باب التواليت لازم يكون مقفول، المرحاض نفسه لازم يكون متغطي. في بعض الحاجات السهلة ان احنا ممكن لو عملناها بنطرد اي شيطان من البيت، وكمان بنتخلص من الطاقة السلبية اللي ممكن تكون داخل اجسامنا، اكتئاب وقلق ومشاكل وامور كتير جدا. في امور يجب الحرص عليها للتخلص طبعا من السلبيات دي في المنزل، اول حاجة ان دورة المياه لابد ان تكون نظيفة بشكل مستمر، والتخلص من الروائح الكريهة. يعني حرص دايما ان الخلاء عندك او الدبليو سي الحمام يكون نظيف على طول، خاصة قبل النوم. لازم تطهريها قبل النوم. احرص دايما على قفل الباب، لازم يكون قفل الباب باستمرار. عدم تعليق الملابس جوه، في للاسف ناس بتعلق الملابس وعامله دولاب كمان في التواليت، لا ممنوع. ولو سبتها في التواليت لازم تعرضها للشمس على الاقل ساعة عشان تقدري تتخلصي منها. الملابس المتسخه اللي احنا هنغسلها تكون في سله خارج دوره المياه، بلاش ان انت تحتفظي بها في دوره المياه نهائي. ابتعدي كمان تماما عن العطور داخل الدوره او تبخيرها، لان ده غلط جدا جدا. ما تتكلميش وانت جوه، من الحاجات اللي ممكن الواحد يقع فيها ان هو يتكلم وهو داخل الحمام. ما تبكيش، البكاء داخل الحمام ده انت كده بتدعي ان الشياطين والجن تلمسك، وبالتالي بتأخر رزقك، بتأخر زواجك، بتعمل لك متاعب في الحياة، بتعمل لك كثرة مشاكل. بتحس دايما ان انت حزينة، بتحس دايما ان انت قلقانة. فالافضل ليك ان انت دايما شغلي صورة البقرة في البيت على الاقل كل 3 ايام. دايما افتحي الشبابيك والنوافذ، دايما امسحي بيتك، اغسليه، نظفيه، طهريه. كل الامور دي هترجع عليكي بايجابيات. صورة البقرة بتطرد الشيطان من البيت، فاحرصي دايما ان انت تكوني مشغلها، تشغلها ساعة او ساعتين في اليوم، مش هيأثر عليك، بالعكس. راقبي انت بنفسك قبل ما تشغليها وبعد ما تشغليها، وشوفي ازاي ان انت هتقدري تتخلصي من كل الطاقات السلبية والشياطين والجن اللي ممكن تكون ماسكة البيت عندك. كمان حاولي ان كل فترة تبخري بيتك بالحبة السوداء، بتطرد كمان الشياطين والله اعلم واعلى. حاجات بسيطة وأمور بسيطة نقدر إن احنا نريح نفسنا بيها. أتمنى إن أنا أكون تطرقت بالبعض منها. انتظروني إن شاء الله في مزيد من الوصفات. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.